كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. بعدا انا مولاة الرجل ديال الحجامه، انا قدام محكمه ابتدائيه. دابا عاد دوزت الجلسه اللي داز عندي الحكم، داز عندي يعني جلسه وحكموا عليها ب 17 شهر واحد غادي تنطق بالحكم. ويعني انا هي السيده مولاة الحجامه اللي دار لي السيد الحجامه على مستوى الساق وخمازش لي دابا الرجل. وصلت لواحد الحاله يعني متدهوره بزاف اللي ممكن فيها البطر. ويعني في المحكمه هو واخذ جوج ديال المحامين وجايب وراق كدل تيقول لهم بان انا عندي مرض خطير. يعني اشنو هو هذا المرض الخطير اللي ممكن غيخمج لي رجلي وانا عندي دلائل وعندي تصاور كتبين بان يعني من نهار درت الحجامه الرجل ديالي كلها خمجت وهو كيعترف. واول حاجه منين جاوا هاد الوراق اللي كيقول انني انا يعني رجلي كلها خمجت وكلها يعني ماشي بطريقه ديال الحجامه. نتمنى من الله المحسنين والناس يتضامنوا معايا. انا جالسه بلا علاج، ضيعني انا وعائلتي، وبغيت القضاء ياخذ لي حقي، ياخذ لي حقي من هذا الانسان هذا. يعني ما يضيع ليش حقي بحال هكا. وكنطلب الله المغاربه كلكم تضامنوا معايا، وكنطلب وزير الصحه. انا غلطت، ما كانش عليا نلتجئ بحال هاد الناس هادو، ولكن كنطلب من وزير الصحه يوقف معايا، وكنطلب جلاله الملك يوقف معايا على هاد الحاله هادي. ولا اله الا الله.